نشتغل. السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم وصفه الكنافه باسهل طريقه وان شاء الله تعجب الجميع. هون اول شيء معانا المكونات. هون عندنا في البدايه معانا كوب من السمنه، خالطينه يعني بين السمن العربي والسمن عادي، تحبون كله سمن يعني حيواني. 3 معالق من سكر البودره. هون عندنا عجينه الكنافه 1/2 كيلو. هون راح نبلش. اول شيء راح نحط السكر، نخلطه مع الكنافه. هون السكر يعني نحطه مشان يعطينا لون حلو للكنافه، نوزعه بالشكل. هون وزعنا السكر وراح نبلش نفرد العجينه، نحاول انه نقطعها بهالشكل. وإذا حبيتوا تطحنونا طحن على محضرة الطعام يعني هم يصير بالشكل هذا. يعني نحاول إنه ندخل كل كمية السكر. بعدها راح نحط السمنة نسقي بيها كل الكمية، هون نسقي العجينة كلياتها. نخلطها بهالشكل هذا لبين ما تتشرب معانا. وبنفس الوقت نقطعها يعني. هون إذا العجينة معاكم ناشفة حطوا لها شوية مي، يعني نرشي لها شوية مي واحنا نشتغل بيها. هالشكل ها نحاول انه كل الكمية ندخلها للعجينة. خلصنا، راح نوزع عجينة الكنافة بصينية، ونكون دهنينها سمنة، دهنوها سمنة وفيرة. نحاول نوزع بالشكل هذا، نغطي الفراغات. صار عندنا يعني الكمية كبيرة شوي، تحبون تقللون انتو حطوا نص الكمية. هالشكل هذا راح نجيب صينية أصغر منها ونضغط عليها، لازم نضغط عليها عشان تاخذ شكل حلو. هون راح نحط عليها كيس وراح نضغطها بصينية تكون أصغر منها بهالشكل. نحاول نضغط على كل الأطراف. تاخذ شكل الصينيه. هون بعد ما ضغطناها راح نحط عليها القشطه، نوزع عليها القشطه بالشكل هذا. هون بالنسبه للقشطه عندنا اياها تلاقونها على القناة، راح نحط الرابط صندوق الوصف.
ونوزعها. بعد ما وزعنا القشطة نحط عليها الطبقة الثانية والقشطة، حاولوا أنه ما توصلونها للأخير، يعني خلوا المسافة. حاول نغطي كل القشطة بالشكل. بعد ما ضغطناها الطبقة الثانية راح نحطها بالفرن. الفرن لازم يكون محمى مسبقا على درجة 200، راح نحط نشال عليها من فوق ومن الأسفل. هون بعد ما شربت القطر راح نزينها بالفستق الحلبي أو أي شيء تحبونه. بالشكل هذا طبقنا صار جاهز. إن شاء الله يكون عجبكم وتجربونه. ألف صحة وعافية عليكم. لا تنسونا من لايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم.